اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين والمتابعين. خلينا ارحب بالنجمين الكبيرين كابتن احمد حسن عميد لاعبي العالم ونجم الاهلي والزمالك ومنتخبنا الوطني. مساء الفل يا كابتن احمد. كابتن منورنا. ربنا يخليك. اخبارك تمام؟ الحمد لله تمام. كابتن محمد ابو العلا نجم منتخب مصر السابق وكابتن نادي الزمالك السابق. مساء الفل يا ابو الكباتن منور الدنيا. مساء الفل يا ابو الكباتن. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كله 100 100؟ كله تمام الحمد لله. خليني بس اطمن الجماهير على اصابات لاعيبه النادي الاهلي. حمدي فتحي تقل في العضله الخلفيه، الجهاز فضل استبداله عشان الاصابه ما تزيدش، بيقولوا احتمال يكون جاهز للمباراه القادمه بشكل طبيعي. علي معلول اجهاد في عضله الفخذ وتغييره جه برضه للحفاظ عليه، هيكون جاهز للمشاركه في المباراه القادمه. قالوا ديانج كادنا في الركبه قبل المباراه، كانت قبل مباراه ايستن كومباني، وفضل الجهاز منحه راحه، وايضا سيكون جاهز للمشاركه في المباراه القادمه. دي يعني من داخل يعني الكواليس. كابتن احمد حسن، نتيجه عادله؟ اعتقد طبعا هي نتيجه عادله بالنسبه للشوطين، يعني الشوط نعم. الاولاني الاهلي كان عنده فرصه كبيره ان هو يحسم اللقاء وينهي اللقاء لصالحه في تراجع كان غريب ومنطقي بالنسبه لنادي الزمالك. نعم. انما النادي الاهلي لم يستفيد، لا لعيبه النادي الاهلي قدرت تستفيد من الشوط الاولاني من التراجع اللي كان موجود عن نادي الزمالك والمساحات اللي كانت موجوده والاخطاء الكارثيه بالنسبه لنادي الزمالك. ده صحيح. واللي عمله في النادي الاهلي الشوط الثاني اخطاء كارثيه، لان لما تيجي تبص على اللقاء فنيا الاثنين عندهم اخطاء من المفترض ان هما دول صفوه لعيبه. صحيح. صفوه لعيبه مصر، فان يحصل الاخطاء دي لازم يبقى هنا في علامات استفهام كتير جدا. النادي الاهلي طبعا النتيجه عادله، طبعا النتيجه عادله لان النادي الاهلي تقدم وكان عنده فرصه ان هو يحسم زي ما قلنا الشوط الاولاني اكتر من هدف، لان شفنا كان تراجع بشكل كبير جدا. نادي الزمالك يعتبر كان سايب للنادي الاهلي كل حاجه في الملعب. سواء الاستحواذ، سواء كمان لعيبه نص الملعب بيستا وقفشه، كمين الثالث اللي كان موجود في نص أحمد الملعب عبد القادر. احمد عبد القادر. نعم. التلاتة ما استفادوش خالص من الحالة اللي كان فيها أو الحالة اللي بدأ بيها نادي الزمالك. نعم. فبالتالي نادي الزمالك قدر إنه يرجع في الشوط الثاني مع تراجع غريب. وفعلا يعني تراجع، أنت متقدم الشوط الأولاني، المفروض إن أنت تنزل والأمور بالنسبة لك تبقى أفضل من كده، ولكن شفنا تراجع غريب بالنسبة للنادي الأهلي. وفوقان نحيي عليه نادي الزمالك ولاعيبة نادي الزمالك وفرقة. نعم. طبعا إن هو غير شكل المباراة. نعم. فطبعا انا اعتقد ان النتيجه عادله ان هي تنتهي بالشكل ده. طيب كابتن ابو العلا، لو عايز اتعقب على النتيجه اتفضل، وهسالك انت في فريرة وهسال كابتن احمد حسن في سامي قمصان. اتفضل. النتيجه ممكن نقدر نقول عليها عادله وفقا لسير اللقاء. نعم. اتفق تماما مع كلام كابتن احمد حسن. الشوط الاول كان الاهلي. نعم. يقدر ينهي اللقاء ويحسمه، والشوط الثاني على فكره الزمالك كان يقدر يحسم اللقاء ويعني يقتل اللقاء بمعنى اصح. نعم. لان الاثنين كل واحد لعب شوط، هو ده اللي خلى النتيجه شبه انها تكون عادله. عشان كده كل واحد اجتهد واستحوذ فترات كبيره، والاهلي وصل كتير الشوط الاول شويه وفق الاخطاء. نفس الكلام حصل الشوط الثاني، نادي الزمالك هو اللي وصل وهدد المرمى وراح الكره في العارضه، وكان في نفس الاخطاء اللي موجوده هنا دفاعيه كانت موجوده الناحيه الثانيه دفاعيه في النادي الاهلي. عشان كده اللي خلى المباراه نقول انها نقدر نقول متكافئه. نعم. في اشياء كتيره جدا جدا. يعني متقاسمين اللقاء يعني. لكن كل فرصه كان عندها، كل فرقه كان عندها فرصه انها تنهي اللقاء في كل شوط. تمام. الاهلي شوط اول شوط ثاني الزمالك. الفرصه دي من وجهه نظري يا كابتن احمد بتساوي نص المباراه يعني. لانها من الفرص اللي هي سهله، خاصه انها مع لعيب بيجيد التمويه زي ما انا قلت في المقدمه، اتسحب كويس قوي، اتعملت له، ما كانش فيه تسلل. شايف، انا شايف ان عواد كان ليه دور كبير جدا في الحفاظ على النتيجه وابقائها على 1-0، وده اللي خلى الزمالك يعود للمباراه من وجهه نظري مره اخرى. كلامي صح؟ مظبوط يعني. نعم. هي الحاجات اللي زي دي، عشان كده انا قلت لك في بدايه كلامي يا كابتن ان كان الاهلي عنده القدره ان هو يحسم. نعم. اللقاء، ودي واحده من الحاجات اللي جت بالنسبه لقفشه. هو خلينا نقول ان اتعامل معاه بشكل جيد، ولكن كمان زي ما انت قلت كده عواد لازم ياخد حقه لانه طلع وقفل بشكل كويس. امال ايه قفشه كان لازم الكوره ماتش هايل طبعا. كان لازم طبعا كان لازم قفشه الكوره تبعد شويه، تتحط بعيد شويه، ما تتحطش في، لان هو حاططها
عواد طلع قفل بشكل في حد من المدافعين ضغط عليه سنه بس هي ما خدتش اللفه بتاعته يعني ما خدتش لو عادها تاني بس من قريب دي تسلل طبعا معروفه طبعا نعم بالظبط هي دي بص هو لعبها وجري على فين وضع ده تكتيك خلي بالك يعني ما اعتقدش يا كابتن لان محمد هاني شايط يعني هنا دي لا يعني كانت ممكن في الاولانيه هنا بقى كان لازم يعملها لان الجون مفتوح قدامه نعم هو محطها فوق شويه او فوق شويه او بعيد في الزاويه البعيده على فكره ما تعادتش لدرجه ان انا ما بقتش عارف مين غير لما جيت رجعت اللقطات هنا وتاكدت انه قفش بالظبط ودي طبعا علي معلول احمد عبد القادر احمد ولا علي معلول اعتقد ان احمد عبد القادر ما احنا مش شايفين عبد القادر بس هي الصوره بعيده للاسف لا هو مش علي شوط لا مش علي شوط احمد عبد القادر لان ستايل احمد عبد القادر ان هو عدل بيمين وشوط نعم فدي فرصه من الفرص اللي كانت تقتل اللقاء بالنسبه للنادي الاهلي الحاجة التانية ان كان النادي الاهلي عنده فرص ان هو يصنع اهداف ولكن الحالة النهارده اللي بيستاو غير جيدة تمام ده صحيح احمد عبد القادر نعم النهارده كل كان حاطط امال على احمد عبد القادر بشكل كبير ان هو يظهر افضل من كده ولكن ما ظهرش بالشكل الجيد لكن خلينا نقول برضو ان لازم يعني احنا بنتكلم على الفرقتين ان سيد نيمار ادى مباراه كبيره النهارده عجبني الولد صحيح مش مكانه صحيح يعني يعني من اللعيبه المميزين نعم. اللي تقدر تقول ان هو في لقاء صعب نعم. ولقاء كبير زي اللقاء ده ان ما عنده شخصيه في الملعب نعم. واقف على رجليه بشكل كويس عنده دي برده كره كانت ممكن تبقى هدف للزمالك صحيح نعم دي من ضمن كتير يعني بص زي ما قلت لك يا كابتن النهارده النادي الاهلي والزمالك عندهم اخطاء كارثيه نعم بما فيهم الكل يعني 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 كل اللعيبه اللي المتواجدين في اجهاد في كل الكلام ده كله انما في كمان حاجات ما ينفعش ان تكون من لعيبه دوليه ولاعيبه كبار يعني هنا برضو لا يعني دي الحاجات اللي اتعامل معاها بشكل جيد